اخو احمد سعيد اخوي سيد السمك الزاهي. يا جماعة الوقت بنصطاد بلطي بالتجميس. احنا بقالنا فترة ما بنصورش بلطي لان ما فيش بلطي، كان بيقابلنا شر. فدلوقتي احنا يمة القناطر لقينا فيها واحد بنصطاد تعابين يمة هناك، فبنبص لان الترعة دي فيها سمك، فاحنا قلنا ايه نصطاد ان شاء الله بلطي، وقلنا برضو نصور عشان بقالنا فترة كبيرة ما بنصورش وكده. ان شاء الله خليكم معانا. تعالى برضه نبص على الغزل، سمك كيف الغزل اهوت. قلت اهو زي ما انتم شايفين، يعني بولت قد الكفة كده كفافي. في برضه بولت حلو اللي هو سوبر. شوية السمك دلوقتي بقى هنا في المكان ده، لأن هو احنا بنجمس من قدام، بنزنق عليهم من قدام لحد ما جينا هنا في المكان ده، يعني من أول الشجر الفيكس اللي ورا ديت الكبيرة دي، واحنا جايين ايه تزنيع على الناحية دي كده لحد ما جينا ايه الغزل اهو. وقع حتة حلوة اهيت الغزل. الله ينور. هو الوقت بيحط في معاه في الشورت اللي هو لابسه عشان خاطر انا بصور، مش هينفع ان انا دلوقتي اروح اضب عليه. الله ينور.
جاب دقة كبيرة اهوت في الغزل. الله ينور. وريني كده، خليك هنا، خليك عند الكاميرا هنا. ماشي. السمك هرب منك ولا عد الناحية التانية كده؟ شوف عد هنا. بعد اني عادي كده كان فيها شوية حلوين من الكبار. تقول ايه؟ ايوه كده.
ها؟ أه؟